ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما نغادر واحة سيوة يجب أن نتحدث عن هذه الواحة العظيمة. أهل هذه الواحة مفيش أطيب من كده، الأمن والأمان. لا يمكن أن تجد بقعة في مصر فيها الأمن والأمان اللي شفناه في قلب واحة سيوة، ولكن علينا أن نفكر كيف يمكن النهوض بهذه الواحة العظيمة. أحد المستثمرين وصف لنا هذه الواحة بأنها منجم من ذهب لكل من يفكر في الزراعة أو الصناعة. إذن عندنا فرص واعدة داخل واحة سيوة، سواء في زراعة النخيل أو زراعة الزيتون. طبعا احنا بنتكلم في زيتون الزيت او زيتون المائدة الخاص بالتخليل. الفرص واعدة امام هذه المنتجات للتصدير الى جميع اسواق العالم. ايضا الفرص واعدة امام التمور المنتجة في سيوة. ربنا حبى هذه المنطقة تحديدا بانواع من التمور انتاجيتها عالية جدا ونسبة السكر فيها عالية جدا، وبالتالي تحصل دائما على اعلى الاسعار في السوق العالمي. واحة بكر كما ترون، وبالتالي الفرص فيها واعدة لكل من يفكر في الدخول إلى القطاع الزراعي أو الدخول إلى القطاع الصناعي. بنتكلم في التصنيع الزراعي، يعني إنتاج التمور أو إنتاج زيتون التخليل أو إنتاج زيت الزيتون، كلها فرص كبرى من قلب واحة سيوة. أنا لا أتحدث عن السياحة لأن السياحة في قلب واحة سيوة معروفة على مستوى العالم، ولكن أتحدث عن المشروعات التي يمكن أن تغير وجه الحياة في واحة سيوة. مطلوب مصانع للتمور بأفكار بديعة ومختلفة زي اللي شفناه النهاردة في مصنع نجمة سيوة. أيضا عايزين معاصر لزيت الزيتون عشان نقدر نطلع الزيت البكر العالي الجودة. كمان محتاجين مصانع لتخليل الزيتون السيوي وما أروعه. كل الناس اللي عرض النهاردة الزيتون السيوي مفيش أطعم منه، وخلي بال حضراتكم ده معروف جدا عندنا. أشهر منتج هو منتج صافي موجود في كل محافظات الجمهورية، ده كله من إنتاج واحة سيوة. كمان لازم أكد أن المياه الطبيعية التي تنتج من قلب واحة سيوة هي أنقى أنواع المياه على مستوى الجمهورية. يعني بجد اللي عايز يشرب مياه طبيعية عالية الجودة يدور على كلمة آبار سيوة. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان.